جميل. الأخت عهود أيضا أرسلت من السعودية تقول بالنسبة لسنة الإبراد تقول أنه الآن هذه السنة أخيرة أحيانا قد يرى البعض أنه خروج لوقت صلاة الظهر. لا، سنة الإبراد ليست خروجا بالصلاة عن وقتها، إنما هو تأخير الصلاة إلى وقت ينكسر فيه الحر ويذهب فيه الأذى الذي يكون بسبب شدة الحر، وهذا فيما يظهر فيما إذا كان الإنسان يحتاج إلى الخروج أو كان الجو من حوله يمكن أن يكون سببا لإزعاجه وتشتت ذهنه وعدم خشوعه. أما إذا كان في مثل أجوائنا أجواء مكيفة الإبراد والتبكير واحد، فعند ذلك يرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل في فضيلة الصلاة أن تكون على أول وقتها، وأما الإبراد فهو التأخير بحيث يتمكن من أداء الصلاة بحضور قلب، لكن لا يكون هذا التأخير مفضيا أو مؤديا إلى خروج الصلاة عن وقتها. يجب أن يصلي الظهر قبل أن يدخل وقت العصر، ومعلوم أنه ليس هناك بين الظهر والعصر وقت فارغ بمعنى أنه يكون بين الوقتين، إنما يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. لكن الآن في وقتنا هذا هل يكون مثلا الآن في المدن العصرية الآن ووجود المساجد هل يؤخر الناس؟ يكون في إشكالية الآن في المساجد؟ يبدو أن الأمر في وضع الناس الآن يتعذر معه الإبراد بكون الناس قد ضبطوا بأوقات من الجهات المرتبة المساجد، ثم إن الإبراد أمر قد لا يعلم يعني بالتحديد والضبط الذي يمكن أن يجتمع فيه الناس، بمعنى أنه يدخل وقت الظهر مثلا في الرياض الآن 12 إلى 3 دقائق، فمتى يكون الإبراد؟ هل هو بعد ساعة؟ هل هو بعد ساعة ونص؟ وما أدرى الناس بهذا، فيكون في نوع إرباك. لكن لو كان الناس مثلا في برية أو في سفر وأرادوا أن يطبقوا هذه السنة فهذا من الخير الذي أسأل الله جل وعلا يكتب لي ولهم الأجر فيه.